معون بئر نفطي تسيطر عليه جهات تابعة لزعيم حزب الديمقراط الكردستاني الذي يحكم قبضته على الإقليم دون أن يكون هناك أي رقابة حكومية. فبينما ينام آلاف العراقيين جياع بلا مأوى، يتنعم قادة الأحزاب الكردية بثروات العراقيين. عندما يكون الكل أبرياء ووطنيون، فمن الذي سرق الوطن؟ سؤال كثر طرحه من قبل المواطنين، خصوصا عندما تعلق الموضوع بثروات بلادهم. من الذي ممكن أن يردع النفس الأمارة بالسوء عندما تسول لها وسواسها بسرقة نفط العراق؟ لكن الجواب جاء مفاجئا هذه المرة من قبل مجلس النواب. عضو البرلمان سركت شمس الدين قال إن جماعات مسلحة مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني تسيطر على 40 حقلا نفطيا في منطقة سهل نينوى، وإن مشكلة أخرى برزت قبل مدة في نفس المنطقة، وهي السيطرة على الحقول في قريتي وادك وزنجة خارج سيطرة الإقليم والحكومة المركزية، ويهرب النفط من خلالها إلى الخارج والاستفادة من أموالها لتمويل تلك الجماعات وغيرها. أهالي المنطقة تظاهروا ضد تصرفات الاستفزازية لتلك الجماعات وعدم توفير الخدمات الأساسية لهم، إلا أنهم جوبه برد عنيف تجاههم أدى إلى إصابة بعض المواطنين واعتقال البعض الآخر. تلك الجماعة التي عملت على تدمير حياة القرويين في سهل نينوى بالتعاون مع الشركة النفطية التي تعمل على استخراج النفط الخام من تلك الحقول وتخريب الطريق البري التي يمكن من خلاله الوصول إلى مركز المدينة والمحافظة. 40 حقلا نفطيا كفيلة بسد رمق آلاف العوائل وأبنائهم الذين يتظاهرون صباح مساء من أجل حقوقهم المسلوبة، بينما تسيطر الجماعات المنفصلة الخارجة عن القانون على مقدرات البلد. فاطمة الدليمي، دبليو تي في.